مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. طبعا زي ما حورجيكم بنهاية الفيديو هذا، البرد لما ينزل في كندا وتنزل درجات الحرارة لأقل من الصفر بشوي وتبدأ تمطر، في شغلة بسموها freezing rain أو المطر المتجمد. هذا أسوأ شيء ممكن تجده في حياتك. ليش؟ لأنه يعني بسوي طبقة جليد بيضاء انت مش شايفها لا على الشوارع ولا على الاشياء ولا على شيء، بتشوف هيك قطعة ازاز فوق كل شيء هيك مجلد. هذا الفريزنج رين مشكلة كبيرة جدا، خاصة للي بسوقوا سيارات. اول مشكلة انه انت سايق بكون بتزحلق، يعني بدك تكون منتبه، اذا بتدعس البريك بزيد الطينة بلة والسيارة بتصير تفرم معك يمين وشمال. فأهم إشي وانت سايق انك تحاول تخفف السرعة عن طريق تخفيف السرعة مش طريق البريكات. واذا عندك غيارات ممكن تسوي غيارات عكسية، اذا عندك جير اوتوماتيك ممكن تخليه على الغيارات الثقيلة. وطبعا الطريقة او المشكلة الثانية اللي هي تنظيف التلج، يعني بتروح انت على السوبر ماركت بتطلع من الشغل بتلاقي طبقة أزاز عندك على فوق السيارة، وهات نظف يا منظف. طبعا معظم الناس بتشغل التدفئة وبتستنى لها شوية. حورجيك كل يوم بعض الأدوات اللي أنا بستخدمها ورائعة جدا في تنظيف الثلج عن الزجاج. هاي المشكلة بتصير أيام الفريزنج رين، زي ما انتم شايفين حجر حجر حجر، يعني حتى ما بتقدر. بتصير تسوي هيك عشان تنظف مجبر. طبعا هاي الشغلة رائعة جدا، هو مش عارف يستخدمها. شري خلص، ايوه هات شري 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 يلا، يعطيك العافية. طبعا زي ما انتم شايفين الثلج، السواقة اليوم اشي خيالي. معنا شوفير جيد شماخر العرب في اوتاوا. يعطيك العافية ابو حميد. طبعا طلع سيارة قدامنا، كيف بدك تسوق على اقل من مهلك، تكون منتبه. شغلتين مهمات في الثلج في كندا، انك تسوق على مهلك، ما تدعس بريكات نهائيا على الكوربات. وفي شغلة برضو مهمة هلأ صار عليها مخالفة، انك تنظف التلج من السطح تبع السيارة، لانه انت وماشي بصير الطائر التلج على اللي بعدك، واحيانا لما يكون مجمد بسبب في انه يكسر الازاز السيارات اللي خلفه. طبعا زي ما انتم شايفين يمكن بالشوارع شوي يعني مرسوب، برشوا عليها ملح ورمل وحجار خفيفة هيك صغيرة بتكون، عشان ما يتجمع الثلج على الشارع ويقدروا الناس يمشوا. طبعا السيارات لما تمشي برضو بتذوب الثلج، بس في الأماكن اللي ما برشوا عليها طبعا مستحيل انك تقدر تمشي اليوم. طبعا هلا بدنا نشغل السيارة، شايفين كيف الثلج من جوا، هذه بدنا ننظف فيه. هاي طريقة تنظيف الثلج لما يكون ثلج خفيف، شايفين كيف.
الترك اللي قدامنا محمل ثلج، شايفينه بفضوه من أماكن وبروحوا بزتوه من الشوارع، طبعا بفضوه من الشوارع بزتوه في أماكن معينة. هلا احنا في عنا احتفال راح يصير اسمه وينتر لود، فهذا اللي عم بحاولوا يجمعوا برضه ثلج عشانه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.